أي حد يتكلم عن الاستثمار في دولة الإمارات طبعا كل واحد دماغه على طول بتروح لدبي. دبي هي الإمارة الأساسية في موضوع الاستثمار العقاري بالذات في دولة الإمارات. لكن هل فعلا دبي بس هي اللي ينفع نستثمر فيها؟ كنت اتكلمت قبل كده في فيديو تاني، هبقى احط لك اللينك بتاعه علشان تشوفه، عن الشارقة، وإن الشارقة فيها صحوة عقارية وابتدت تسحب شغل كتير جدا من دبي. لكن النهاردة هتكلم عن إمارة محدش بيعرف عنها حاجة ومحدش بيتكلم عنها في موضوع الاستثمار العقاري، يمكن لأنها صغيرة، أصغر إمارة تقريبا في الإمارات كلها، وناس كتير بتتخيل إنها بعيدة وإن هي الاستثمار العقاري فيها غير مجدي. لكن الكلام ده الحقيقة مش صحيح. عجمان فيها فرص استثمارية كبيرة جدا أنت أكيد ما سمعتش عنها، ما يعرفش عنها غير الناس اللي بتشتغل في عجمان أو عايشة في عجمان أو بتستثمر في عجمان. فخليني النهاردة بس أعرفك إيه الفرص الاستثمارية الموجودة في عجمان، وليه مش مفروض إن أنا أركز على إمارة واحدة أو على دبي بالذات، وكل حاجة عايز أستثمر فيها أروح بس لدبي. أي حد يكلمني عن استثمار عقاري في الإمارات أقول له دبي. خليني أشرح لك وأفهمك قصة عجمان وإزاي تستثمر فيها لو حبيت. أنا أشرف علام، وأهلا بكم في المخبر العقاري. أهلا بكم. عجمان زي ما قلت هي أصغر إمارة، وهي اللي بيميزها الحقيقة موقعها. هي موقعها بيتوسط الإمارات الشمالية. الإمارات الشمالية بالمناسبة اللي هي دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، ورأس الخيمة. أبو ظبي تعتبر الإمارة الجنوبية. طيب عجمان موقعها فين؟ عجمان موقعها في النص بالظبط، يعني دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة. فسهل جدا تروح منها لأي حتة، ما هياش بعيدة عن رأس الخيمة وما هياش بعيدة عن دبي، وحتى ما هياش بعيدة عن أبو ظبي. الحاجة التانية سهولة الدخول والخروج منها، يعني هي مش زي الشارقة خالص. الشارقة تواجه صعوبة وانت داخل فيها، وصعوبة أكبر وانت خارج منها الصبح، لأنها شوارعها كتير والتقاطعات كتير جدا والإشارات عددها كتير جدا. وانا كنت اتكلمت عن موضوع الشارقة وقلت ان هم دلوقتي الحكومة بتتجه لناحية اليمين بتاعت الطريق، طريق الشيخ محمد بن زايد، والمنطقة بقى اسمها الشارقة الجديدة علشان تبعد عن الزحمة دي. لكن عجمان ما فيهاش الكلام ده، عجمان ما فيهاش التقاطعات الكتير قوي دي، وما فيهاش الضغط والزحمة اللي حاصلة في الشارقة، وحاليا بيتم تطوير الطرق فيها بشكل سريع جدا. الحاجة التانية ان عجمان والشارقة ودبي مفيش حدود بينهم، يعني ممكن تبقى ماشي من دبي تلاقي نفسك بقيت في عجمان وانت فاكر نفسك في دبي. مفيش اي حدود، كلهم لازقين في بعض، وانت ماشي في دبي مرة واحدة تلاقي نفسك في الشارقة، وانت ماشي في الشارقة مرة واحدة تلاقي نفسك في عجمان. نفس الحكاية، تعدي عجمان تلاقي نفسك في ام القوين، الفرق بس بين ام القوين وراس الخيمة. فدي ميزة برضو لعجمان، وزي ما قلت سهولة الدخول والخروج منها، يعني ممكن تخرج من عجمان توصل لدبي مول مثلا في حدود النص ساعة، طبعا بعيد عن اوقات الزحمة. طيب دي حاجة. الحاجة التانية هي إمارة سياحية، يعني فيها فنادق فخمة جدا على البحر، وفيها نسبة أجانب مرتفعة جدا. أنت ممكن تستغرب لما تروح، لو رحت أي فندق من الفنادق الفخمة اللي على البحر هتلاقي كم سياح كبير جدا، لأن هي كمان رخيصة جدا في أسعارها. أسعار الفنادق حتى الفنادق الفخمة تقريبا تقدر تقول يمكن تلت سعر دبي أو يمكن أقل. طيب الاستثمار العقاري بقى إيه قصته هناك؟ الاستثمار العقاري في عجمان فيه ميزة مش موجودة في أي إمارة. أولا السعر، السعر في عجمان لا يضاهى، مفيش أي إمارة عندها الأسعار دي. الأسعار هناك مثلا لو خدنا مثال الاستوديوهات في دبي متوسط سعرها 500 ألف، فهناك متوسط سعرها ما بين 150 للمتين ألف. الحاجة التانية المساحات، المساحات هناك كبيرة جدا غير دبي خالص. يعني دبي متوسط الاستوديوهات مثلا 400 قدم، المتوسط في عجمان 500. الشقق مثلا الغرفتين وصالة في دبي المتوسط بتاعهم يمكن 1000 قدم، في عجمان المتوسط 1500. فالأسعار أرخص والمساحات أكبر. الحاجة التانية إن الإيجارات هناك بالنسبة للمستثمرين، الإيجارات بتجيب برضو من 7% إلى 10%، يعني أفضل من دبي. الحاجة الأهم بقى هي خطط الدفع. إمارة عجمان فيها خطط دفع من المطورين مش موجودة، مش هقولك في الإمارات، مش موجودة في العالم كله بلا استثناء.
مفيش دولة في العالم تقدر تدفع 5% تستلم مفتاح شقتك والباقي تقسطه على 7 أو 8 سنين. 5% إلى 10% في مطورين عندهم 5% فقط. الشقة الغرفتين تمنها بيبتدي من 450,000 درهم، يعني أقل من تمن استوديو في دبي، ومساحتها 1800 قدم، يعني حوالي 165 أو 167 متر تقريبا، يعني مساحة شقة 4 غرف في دبي. دي غرفتين وحاجات جاهزة على التسليم وحاجات قربت تتسلم. الفرص الاستثمارية في عجمان غير عادية فعلا. والحاجة التانية الأهم اللي أنا دايما بتكلم عنها، إن أنت لما تيجي تحسب بتحسب أنت دفعت كام والعائد على اللي أنت دفعته. يعني أنت دفعت 5% النهاردة أو 10% من شقة تمنها نفترض 500,000، دفعت 5% يعني هتدفع 25,000 درهم وتاخد المفتاح وتبتدي تأجرها. الإيجار بتاعها لو عمل 25,000 يبقى أنت عملت 100%، أنت ما عملتش 10 ولا 20 ولا 30، أنت عملت فعليا 100%. بتاخد المبلغ ده وتكمل عليه حاجة بسيطة وتدفع القسط بتاعك، فتلاقي نفسك اشتريت الشقة في الآخر يمكن ب30-40% من تمنها. فدي أهم حاجة، ودي مش موجودة في دبي، خلاص ما بقتش موجودة. مطورين قليلين جدا يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة اللي بيعملوا الخطط دي في دبي دلوقتي، لكنها لسه موجودة في عجمان وهتفضل موجودة، وهي موجودة من زمان حتى من قبل الكورونا. دي كانت أكتر حاجة بتميز عجمان والاستثمار فيها. الحاجة التانية إن المطورين هناك مش بيخلوك تدفع حتى تمن التسجيل اللي هو في دبي 4%، مطورين كتير بيدفعوا لك هم المبلغ ده أو قيمة التسجيل دي. حاجة تانية مهمة جدا في عجمان، إن أنت كمغترب مش مقيم مش مواطن مش من دول الخليج تقدر تشتري أرض وتبني عليها. ده مش موجود في دبي ومش موجود في حتة تانية في الإمارات. تشتري الأرض أنت باسمك تمتلكها وتبني عليها فيلا، تبني عليها اللي انت عايزه. دي برضو حاجة مش موجودة في اي امارة تانية. طيب ايه تاني بيميز عجمان؟ اللي بيميز عجمان ومطورين كتير عندهم الحاجات دي، ان هما بيبقى عندهم شركات وساطة عقارية غير شركة التطوير، فيقدر يأجر لك الوحدة بتاعتك. يعني انت بتشتريها هو ياخدها منك على طول ويبتدي يأجرها لك. وفي حاجات بتبقى جاهزة بقالها سنة وسنتين وقريدي بتتأجر، يعني انت تقدر تروح المبنى وتشوف الناس اللي موجودة فيه ومأجرين بكام وتقدر تسألهم وتقدر تتأكد وتعرف ان ده فعلا سعر الإيجار بتاع السنة. فالأدلة والإثباتات والحاجات اللي تطمنك كتير جدا، لكن انت في النهاية ما عندكش القلق ده، لان انت بتستلم، انت بتدفع 5 أو 10% وبتستلم، فما فيش مشاكل عندك، ما فيش اي حاجة تخليك تقلق. الحاجة الاهم بقى من ده كله، ان دبي تقريبا هي الإمارة الوحيدة اللي بتشوف فقاعات. الفقاعتين العقاريتين اللي حصلوا في 2008 و2018 دول حصلوا في دبي بس، باقي الإمارات ما بتشوفش الفقاعات دي، ولا عجمان ولا الشرق ولا أبوظبي، ما فيش إمارة بتشوف الحاجات دي غير دبي. فعجمان انت مطمن. فدي برضو أهم حاجة، لأن احنا بنقابل دايما، وأنا شخصيا بقابل دايما الاعتراضات دي، الناس بتخاف تشتري في دبي بسبب موضوع الفقاعة. العجمان ما فيهاش الفقاعة دي. والحاجة الأهم من كده، حتى لو في فقاعة وحتى لو في فقاعة في دبي بتحصل، أسلم طريقة تشتري بيها زي ما دايما بقول هو إنك تدفع حاجة بسيطة، نسبة بسيطة في الأول، وتاخد المفتاح وتبتدي تأجر. لما تبتدي تأجر بالطريقة دي العائد بتاعك بتقدر تدفع منه القسط أو تكمل عليه حاجة بسيطة، فتلاقي نفسك شاري الوحدة بعد 7 سنين أو 8 سنين ب40-50-60%، بحد أقصى هتكون دفعت 60% من تمنها. فحتى لو حصلت فقاعة مفيش أي مشكلة، أنت شاريها ب60%، الفقاعة لو حصلت بينزل السعر حوالي 30%، فأنت برضو في منطقة الأمان. أنت ما اشتريتهاش كاش وما اشتريتهاش بسعرها الكامل، اشتريتها بس بنص سعرها تقريبا. فده كده في المجمل سريعا الحاجات اللي بتميز عجمان عن أي إمارة تانية، لأن الكل طبعا بيركز على دبي أو الشارقة أو أبو ظبي. لا، عجمان فعلا مدينة جميلة جدا، صغيرة، وكمان كل حاجة فيها رخيصة، أسعار كل حاجة فيها رخيصة، الأكل الشرب كل حاجة، الفنادق طبعا، السكن، كل حاجة فيها أرخص من دبي بكتير بكتير جدا. فهي طبعا مناسبة جدا للعائلات، وإنت كمستثمر تقدر تشتري فيها وإنت مطمن، لأن الإيجار فيها على طول عليه طلب، وشركات الوساطة العقارية المختصة في التأجير عددها كبير جدا، وده يدل على ارتفاع الطلب. دي اكتر حاجة تدلك على ارتفاع الطلب، ان في طلب كبير جدا على الايجارات.
فانت تقدر تشتري وانت مطمن. بالاضافه طبعا زي ما قلت ان ممكن المطور بيساعدك في الحته دي، فدي الحاجات اللي ممكن تخليك فعلا تفكر تستثمر في عجمان. وزي ما قلت ابتداء من 200 ألف درهم لغاية مليون مليون ونص، تقدر تستثمر في عجمان في جميع أشكال العقارات، استوديو، غرفة وصالة، غرفتين، فيلل، تاون هاوس، كل الحاجات دي موجودة وتقدر تشتريها سواء عايز تسكن أو عايز تستثمر. ناس كتير كمان اليومين دول بالذات بسبب الفرص دي أو بسبب خطط الدفع دي بيسيبوا شققهم اللي بيأجروها في دبي وبيدفع فيها مثلا 5000 درهم في الشهر، بيروح ياخد هناك غرفتين. ممكن تاخد هناك غرفتين وتدفع 5000 درهم في الشهر لمدة 7 سنين، ويمكن أقل من 5000 كمان، لكن على الأقل بتحطهم في شقتك مش بتحطهم في جيب صاحب الشقة اللي انت مأجرها. فده حاصل اليومين دول كتير جدا جدا، ناس بتعمل كده فعلا، وناس أنا أعرفها ابتدت تعمل كده، تسيب دبي وتروح هناك لأن هو حاسس إن المبالغ دي بتخش حاجة بتاعته في الآخر، بتدخل لحاجة هو بيحوش فيها ويمتلكها في النهاية. وده طبعا تفكير صائب جدا، المفروض الناس كلها تفكر التفكير ده، لان الواحد بيسكن في الامارات 5 سنين و10 سنين و20 سنة، الايجارات اللي بتدفع دي بكل سهولة تجيب شقة واثنين وتلاتة في عجمان. فياريت بس الناس تاخد بالها من الحتة دي وتحط عجمان في الاعتبار. وطبعا لو انت حابب تستشيرني في اي حاجة في الامارات في الاستثمار العقاري سواء في دبي او عجمان او الشارقة، تقدر تراسلني على الايميل الموجود قدامك. انا بقدم استشارات مجانية عن طريق الايميل، واستشارات مدفوعة برضو تقدر تراسلني عشان اقولك التفاصيل بتاعتها. ولو انت اول مرة تتفرج على القناة بتاعتي، ياريت ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك لو عجبك الفيديو، وكمان الاشتراك في قنوات التواصل بتاعتي كلها موجودة تحت الفيديو، تقدر تتابعني عليها وتستفيد من الكلام اللي انا بكتبه بصفة دورية. وكمان ما تنساش تعمل شير على قد ما تقدر علشان الكل يستفيد، واشوفكم الفيديو الجاي.